ركن التشهد. أنت حينما تتشهد أنت لابد أن تستحضر أنك تلقي التحية على الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تقول التحيات لله والصلوات الطيبات، وبعدين بتسلم على نفسك وتسلم على عباد الله الصالحين، ليس كل عباد الله سبحانه وتعالى تسلم عليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيد التسليم على عباد الله السلام علينا وعلى عباد الله إليه الصالحين. وذلك الإنسان لما يكون صالحا ويكون من أهل المساجد بتناله دعوات هؤلاء المؤمنين إليه الصالحين، وده أيضا بينمي روح الأخوة في المجتمع المسلم، أن المسلم يدعو لأخيه المسلم، وبالتالي تكون الدعوات مستجابات. ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحينما تصلي على رسول الله هناك ملك يبلغ السلام لرسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليك. فدي كلها معاني لابد وأن تستحضرها وأنت إيه وأنت تتشهد في 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 جلوس التشهد. وفي نفس الوقت لا تخرج من الصلاة إلا وقد دعوت الله سبحانه وتعالى، لأن في 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 آخر التشهد في أدعية كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى بها، منها ما نصح النبي صلى الله عليه وسلم به سيدنا أبو بكر الصديق لما بقول له يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله سبحانه وتعالى به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومن التعوذ المعروف لدى الجميع أنك أنت بتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر، من عذاب جهنم، من فتنة المحيا، من فتنة الممات، من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من شر المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا، من فتنة الممات. فتنة المحيا يعني فتن الحياة، حياة بشواغلها وصوارفها، الفتن التي تصرفك عن طاعة الله وعن عبادة الله وعن الأعمال الصالحة وعن بيت الله سبحانه وتعالى، كثيرة هي هذه الفتن، سواء فتنة عمل، فتنة أولاد، فتنة كذا، فتنة كذا، فتنة الشهوات، فتنة الشبهات، فتنة إعلام، فتنة وسائل التواصل الحديثة، فتنة أصدقاء السوء، فتنة من يصرفك عن بيت الله، دي كلها فتن. فأنت بتستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها قبل أن تخرج من الصلاة، حتى يعينك الله وحتى يثبتك الله سبحانه وتعالى على الطريق، لأنك أنت محتاج من الله سبحانه وتعالى العون والثبات والهداية والتوفيق حتى تستمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني قالوا ربنا الله ثم إيه استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ليه الملائكة. فالاستقامة ليه عملية الثبات والمدومة، أنك أنت أحيانا بترى بعض الناس يأتي ثم يغيب، أو يأتي إلى بيت الله ثم يغيب، أو يعمل أعمال صالحة ثم يقصر. فأنت محتاج إلى الثبات والاستقرار والهداية، فبتسأل الله سبحانه وتعالى أن أو تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من فتنة الإيه؟ من فتن الحياة. هذا هو معنى فتنة الإيه؟ المحيا، فتنة المحيا وفتنة الممات. وبعدين بتسأل الله سبحانه وتعالى الجنة بعدما تستعيذ به من جهنم، واسأل الله حتى لو أنت حافظ هذه الأذكار هذا أولى وأفضل. يمكن كان لي دروس متواصلة في شهر رمضان الماضي في موضوع الأذكار وفقه الأذكار، تجدونها مسجلة ومرتبة على قناتنا على اليوتيوب لمن أراد الرجوع إليها. دي مهمة جدا إن الإنسان يعرف معاني الأذكار، إذا حفظتها فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك، سواء الأذكار في الركوع، الأذكار في السجود، الأذكار في الرفع من الركوع، إلى الأذكار في التشهد، الأذكار بعد التسليم في التشهد. يعني إذا حفظت هذه الأذكار فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إن لم تحفظ وسألت الله سبحانه وتعالى بلهجتك بأي كلام تدعو الله سبحانه وتعالى به، فالله سبحانه وتعالى يقبل منك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى واحد بيدعو وبعدين بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني بما تدعو الله سبحانه وتعالى، فقال له يا رسول الله يعني أنا رجل يعني كين واحد بيقول له أنا على جد حالي، أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني أنا لا أحسن الدعوات التي تدعو الله سبحانه وتعالى بها، وحتى معاذ بن جبل، لأن معاذ بن جبل كان من علماء الصحابة، ولا أحسن يعني الكلام الذي يحفظه معاذ ويدعو الله سبحانه وتعالى به. فقال له يعني انت بتقول ايه؟ فقال له يا رسول الله انا اسال الله ليه الجنه واستعيذ به من النار، على قد حالي كده بسال ربنا ان يدخلني الجنه واعوذ به من الايه من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، يعني حتى اي واحد بيحفظ اي دعاء ما هو بيطلب من الله سبحانه وتعالى ليه
الجنة يستعيذ به من الايه؟ من النار. يعني حولها ندندن، يعني حول الجنة وحول البعد من النار كل واحد بيدعو الله سبحانه وتعالى بلسانه وبلهجته وبما يعرف من ايه؟ من الدعوات. المهم هو حضور القلب أثناء دعائك لله سبحانه وتعالى. إن شاء الله ما نعوذ بك من هذا الجنة وعزمان كبيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. بيخل. هذا كما قلت ليس من الايه؟ من الصلاة في شيء، لابد من استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وأنت تدعوه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل لا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.